السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع مش متعارف عليه بشكل كبير هنا في مصر، ولكن هو ذو أهمية خطيرة جدا في موضوع الأناليسيس، ألا وهو موضوع الستروت أند توي موديلينج. طيب مبدئيا كده، أي حد هيسأل نفسه قبل ما يعني ما نتكلم في الطريقة بتاعة الاناليسيس والموديلنج بتاعة الاستراتون توي، اكيد الواحد بيسأل نفسه طب هو انا ليه بستعمل طريقة تانية غير اللي احنا بنتعامل معاها في موضوع الاناليسيس والديزاين. يعني احنا بنتكلم على الفيرست برينسيبل، بنشتغل بالسي 1 والجي طبعا، ما بعد ما بنعمل استراكشرال اناليسيس للمنشأ بأي سوفت وير معين. طيب ليه اصلا انا بقى بعمل استراتون توي، او هل في حاجات معينة لازم ان انا اشتغل فيها سترات ان توي؟ الاجابة ايوة. طيب ايه هي الحاجات دي؟ مبدئيا لازم نعرف ان اي منشأ عندنا، او بمعنى اصح اغلب المنشآت، بيكون فيها مناطق معينة اسمها الدي ريجون او الديسكونتينيوتي ريجون. طيب ايه هي المنطقة دي؟ المناطق دي لو حملنا على يعني لما نحمل على الكاميرا على سبيل المثال، الطبيعي وفقا لنظرية المرونة المتعارف عليها واللي مبني عليها اشتراطات التصميم وفقا للكود المصري او الاكواد المختلفة، في اشتراط كده رئيسي في بداية الكود يقول لك ان البلين سيكشن بيظل بلين سيكشن بعد عملية التحميل. لا، هنا في المناطق بتاعة الدي ريجونز دي بنلاقي ان البلين سيكشن او السطح المستوي مش بيظل مستوي بعد التحميل، وبالتالي ممكن نقول بمعنى اصح ان السترين بتاعه بيكون مختلف بشكل كبير بعد التحميل، وبالتالي لا ينطبق عليها نظرية المرونة اللي هي من الاساس مبني عليها الشروط واليات التصميم بالفيرست برينسيبل او باي طريقة ديزاين مختلفة. وبالتالي ده ترتب عليه ان خلانا لازم نفكر في طريقة تانية نقدر ان احنا نعمل بيها اناليسيس ونعمل بيها ديزاين للمناطق دي. طيب ايه هي المناطق اللي بيكون فيها الدي ريجون او الديسكونتينيوتي في الستريسز زي ما اتعلمنا في تعريف الدي ريجون؟ طيب هما باختصار 3 مناطق. اول حاجه لو حصل عندي تغير في الجيومتري بتاع المنشا، يعني لو عندي اي element حصل تغير في الجيومتري بتاعه، ده بيعتبر المنطقه دي فيها discontinuity في عمليه انتقال الاسترسس. طيب المنطقة التانية تحت اي concentrated load، يعني لو انا عندي اي concentrated load زي مثلا الترانسفير جيردر، لو عندي في كمرة تزريع فانا في عمود متزرع عليها، وبالتالي العمود المتزرع ده هيولد لي تحتها منطقة، المنطقة دي بيكون فيها دي ريجون. طيب المنطقة التالتة above any support. طب ليه above any support؟ لان هو بينطبق على برضو نفس الكونسبت هنا، يعني concentrate load هو بينزل حمل رأسي كده. طيب above support هو بيبقى حمل مركز واقف عند support. التلات مناطق دي mainly بيعملوا لي دي region او discontinuity في انتقال الستريسز، وبالتالي لازم ان احنا نعمل لها الاناليسيس وفقا للستروتون تاي ميثود. لو جينا شفنا الشكل ده، انا حاولت ان انا اجمع فيه الثلاث حالات. اول حاجة منطقة الديسكونتينيوتي في انتقال الستريس بتحصل في اختلاف الجيومتري، يعني انا عندي هنا الكاميرا كانت ماشية بسمك تي 1، انت اتنقلت هنا بقت بسمك تي 2، وبالتالي هتكون لي هنا المنطقة الصفرة دي عبارة عن دي ريجون. الدي ريجون دي بتكون بتمتد مسافة قد ايه؟ بتكون بمسافة الدبث بتاع الكاميرا من اليمين ومن الشمال. طيب اني دبث؟ اكيد الدبث الكبير، يبقى هي هتكون على مسافة تي 1 من هنا وتي 1 من هنا. طيب الكونسنتريت لود شرحه هيكون على مسافة تي 1 هنا وتي 1 هنا، السبورت هنا هيعمل لي نفس العملية، وبالتالي التلات مناطق دول بيكون فيهم دي ريجونز، ومن ثم لازم ان احنا نتعامل معاهم باسلوب مختلف في عملية الاناليسيس. طيب ما الكلام ده هنلاقيه في كل الكاميرات؟ يعني هو في كاميرا في الدنيا ملهاش سبورت؟ لا طبعا، كل الكاميرات فيها سبورتس، ولكن مش كل الكاميرات بتعامل معاها كده، في حاجات سبيشال بتكون يعني بتتطلب مني ان انا لازم اتعامل معاها بالشكل ده.
زي الشورت كانت ليفر. الشورت كانت ليفر لازم يتصمم بالستروتن تايم ميثود يعني بشكل اكيوريت. احنا طبعا بنصممها بالفيرست برنسبل عادي جدا، لكن اذا كنا عايزين نشتغل اكيوريت يبقى لازم تشتغل بالستروتن تايم ميثود. نفس العمليه لو بنتكلم عن كاميرات التزريع فبرضه بتكون نفس الكونسبت. طيب يبقى احنا كده قلنا ان الديجن هي بتكون عمليه ان بيكون في ديسكونتينيوتي في توزيع الستريسز بيحصل فيها. الدي ريجن علشان نشتغل فيها في الستراتم تايم ميثود، الفكره بتاعت الستراتم تايم ميثود ان انا بعمل تروس. العمليه كلها عمليه الستراتم تايم ميثود هي مبنيه ان انا ببني تروس. التروس اللي انا بعمله ده الكونسبت العام بتاعه او الفكره العامه بتاعته ان انا عايز انقل الحمل من الكاميرا الى السبورت. يعني انا لو عندي عمود تزريع انا عايز انقل الحمل من العمود اللي متزرع ده انقله للسبورت، وبالتالي انا هشكل له تروس بشكل معين بحيث ان التروس ده يعمل على نقل الحمل الى ان يصل للسبورت بامان. طيب التروس ده بيتكون من ايه؟ التروس ده بيتكون من ثلاث حاجات هنتعرف عليهم كمان دقيقه. الفكره كلها ان انا السيرن تايم موديل ده ما دام احنا قلنا ان هو مبني على تروس وانا اللي بعمل التروس اللي هيعمل لي عمليه انتقال الحمل، يبقى وبالتالي احنا كده نقدر نفهم ان انا ممكن اعمل تروس زميلي في المكتب هيعمل تروس مختلف تماما، لكن العمليه في النهايه ان طالما انا اعمل التروس بشكل صحيح قادر على نقل الحمل الى السبورتس وللرينفورسمنت باترن بشكل صحيح، يبقى العمليه دي هيترتب عليها ان احنا هنعمل احنا الاثنين هنعمل اناليسيس مظبوطه للكاميرا دي على الرغم ان انا عامل التروس موديل بتاعي مختلف عن زميلي. طيب ما دام انا عامل تروس، طب التروس ده هجيب الفورسز فيه ازاي؟ يعني هو اكيد عباره عن لينك ممبرز، اي تروس في الدنيا عباره عن لينك ممبرز. هنجيب الفورس فيه ازاي؟ اكيد من خلال الايكوليبريم. احنا عندنا الميثود اوف سيكشن او الميثود اوف جوينت علشان اطلع اي فورس في اي لينك ممبر. نفس العمليه اللي هنعملها هنا في عمليه الاستراتيجي انطوي. طيب لو جينا نتكلم الاستراتيجي انطوي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من ثلاث عناصر رئيسيه نشرحهم على الرسم هنا. اول حاجه بيكون عندي التنشن ممبر، ده بنسميه توي. اي ممبر تنشن سواء اللي هو طبعا احنا الكاميرا هنا التنشن سايت هو اللي تحت، فاي ممبر تنشن بنسميه توي. ومتعرف ان التوي ده بيكون خط سوليد. طيب اي كومبريشن ممبر سواء الدياجونالز سواء في اي حاجه كومبريشن دي بنسميها سترات، والسترات بنديله انديكيشن بتاعه خط دوتت. يبقى التوي سوليد والسترات دوتت. العنصر الثالث اللي بيكون لي الستراتن توي موديل هو النودل او النوتس، التروس نوتس. التروس نوتس هي النوت اللي بتلقي بين الستروس اند تويس او الستروس مع بعض او التويس مع بعض. اي جوينت هنا بنسميها التروس نوت. طيب ايه هي الموس اوف فيلير اللي ممكن تحصل لي في الستروس اند توي موديل؟ الموس اوف فيلير اللي ممكن تحصل لي في الستروس اند توي موديل احنا بنتكلم مينلي في ثلاثه موس اوف فيلير. اول حاجه ان ممكن يحصل لي يلدنج في التنشن تاي. هو التاي ده عباره عن ايه؟ التاي ده بيكون عباره عن ستيل، فالستيل ايه الموديفاير بتاعه؟ اكيد انه يحصل ييلد، يوصل لليلد. الحاجه الثانيه ان يحصل كراشنج في وان اوف سترات، احد الستراتس دي ما دام هي كومبريشن ممبر واللي بيشيل الكومبريشن هو الكونكريت، وبالتالي الاسترات ده بيانديكيت على الكونكريت. يبقى وانس ان هو تجاوز الالاوبل بتاع الكومبريشن سترينث بتاع الكونكريت هيحصل كراشنج، وده يبقى المود اوف فيلير. يبقى كده اتكلمنا على المود اوف فيلير بتاع التوي والمود اوف فيلير بتاع الاسترات. تبقى عندنا المود اوف فيلير المبني على المكون الثالث للاسترات ان توي موديل اللي هو التراس نوت. طيب التراس نوت يحصل له ايه؟ ان البيرنج كاباسيتي بتاعه النوت ما تكونش كافيه ان هي تتحمل الاحمال اللي جايه عليها من الستراتس اند تويس ايه المرتبطه بالنقطه دي. في هنا ملحوظه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان تمام انا هختار الموديل بتاع الستراتس اند توي اللي انا شايفه مناسب لانتقال الاحمال، وزميلي هيختار الموديل اللي هو شايفه مناسب لانتقال الاحمال.
طيب ان كيس ان احنا واحد مننا اختار او عمل استرات ام تاي موديل بشكل غلط علشان يحل الاستراكشر ده، العمليه دي هترتب عليها ان هيكون محتاجين اكسسيف ديفورميشن او عايزين ديفورميشن زياده علشان نصل للفولي بلاستيك ستيت اللي احنا عايزينها، وبالتالي هيكون الستريت اند تايم موديل اللي عاملينه البروبلم ده لا يعبر عن البروبلم او لا يعبر عن الاستراكشر اللي احنا شغالين فيه. فدي نقطه مهمه ان واحنا بنعمل الستريت اند تايم موديل لازم نعمله مكافئ وشايفينه ان هو صحيح ونراجع عليه مره واثنين علشان نثق ان النتائج اللي طالعه منه تكون مظبوطه. طيب معنى كلامي ده ان بناء او انشاء الستريت اند تايم موديل ده ملوش اي اعتبارات وملهوش اي limitations وملهوش اي كتب بتشرح ازاي اعمل موديل، ولكن هو بيكون باي اكسبيرينس. يعني انا بعمل 10 و20 و30 موديل وخلاص بالخبره بقيت عارف ان انا ابص على القوه دي اقول لها اه والله انت الستراتم تايم موديل بتاعك هيكون شكلك عامل كده، الشوركنت ليفر ده هيكون شكله عامل كده. وبالتالي انشاء الستراتم تايم موديل ده بيعتمد على الخبره، بيعتمد على المناقشه، وما فيش اي حاجه ثابته لتنفيذ الستريت اند تاي موديل. طيب دلوقتي عايزين ننتقل بقى لعمليه الديزاين. هنشتغل طبعا على الديزاين على ثلاث اتجاهات، اول حاجه تصميم الستراتس، الحاجه الثانيه تصميم التاي، الحاجه الثالثه تصميم النوتس. طيب لما نيجي نتكلم على الستراتس، عشان نصمم الستراتس لازم نعرف ان احنا بنعملها ايديلايزيشن لاشكال ايديال نقدر ان احنا نشتغل عليها ونصممها. طيب الستروت احنا ممكن نقسمه لثلاثة كاتيجوريز او ثلاثة تايبس. اول تايب ده بنسميه البريسماتيك ستروت. البريسماتيك ستروت ده بيكون فيه الستروت بتاعنا لعرض ثابت على طول الخط بتاعه. يعني احنا دلوقتي واحنا بنعمل الستروت احنا لما شفناه في الرسمة البدائية اللي اتفرجنا عليها احنا كنا بنانديكيت عليه بخط دوتت، هو اكتشوالي هو عبارة عن خط كده عريض لعرض دبليو اس بيبدأ من النود هنا لحد ما يصل للنود التانية. طيب ان كيس ان احنا لقينا الستروت ده لستريت ويث فده بنسميه البريسماتيك ستروت. طب انا سميته البريسماتيك ستروت، سميته اي حاجة هيفرق معايا في ايه؟ لا هيفرق، هيفرق نوع الاسترات في عمليه الاناليسيس وعمليه الكالكوليشنز. النوع الثاني هو التابرت استرات. التابرت استرات ده بيكون فيه الاسترات بيكون عرضه عند احد النوت مختلف عن تعرضه عند النوت الثانيه. هالكلام ده ممكن يحصل او ممكن يحصل وهنشوفه واحنا بنحل الاكزامبل في نهايه البرزنتيشن دي ان شاء الله. وبالتالي لو لقيت ان العرض بتاع الاسترات عند احد ال النوتس مختلف عن النوت التانية يبقى ده هنسميه التابرت ستروت. النوع التالت هو البوتل شيبت ستروت. البوتل شيبت ستروت ده لما يكون عندي الستروت طويل جدا 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 فهيحصل له سبريت لاترالي او هيحصل له باكلينج. لو الستروت ده هيحصل له باكلينج ده بنسميه البوتل شيبت ستروت. ولكن لان عملية الباكلينج كالعادة وزي ما احنا متعودين في الستيل ان هي بتعقد شوية عمليات الاناليسيس فاحنا هنعمل لها سمبليفاي للبوتل شيفت ستروت وهنعتبره ان هو عباره عن بريسماتيك او يونيفورملي تابر ونشتغل على الاساس ده. ولكن اكيد هيكون معانا فاكتور معين علشان يعبر لي عن البوتل شيفت ستروت وعن عمليه الباكلينج اللي هتحصل. طيب بعد ما عرفنا الانواع الثلاثه للاسترات دلوقتي عايزين نعين السترينث بتاع الانرينفورسد استرات. هل انا ممكن يكون عندي انرينفورسد استرات؟ اه طبعا لو انا شايف ان الاسترات اللي عندي بالكونكريت كاباسيتي اللي عندي او الكونكريت سترينث اللي عندي قادر على تحمل الفورس اللي في اللينك ممبر بتاع الاسترات. ايه الكلام الكبير ده؟ مش نرجع نفتكر كده ان احنا قلنا احنا هيكون عندنا تروس. مبدئيا مثلا حابب اوضح ان احنا الكلام ممكن يكون فيه بعض الحاجات مش واضحه، اكيد بالاكزامبل بتكون واضحه. فهنحاول ان احنا نمشي كده، نحاول نجمع حوالي 60% 50% من البرزنتيشن ان شاء الله في نهايه البرزنتيشن مع حل مثال تفصيلي كل الكلام ده هيكون واضح ان شاء الله. طيب بالنسبه للسترينث بتاع الانرينفورسد سترات، الانرينفورسد سترات
لو احنا عندنا مش محتاجين تسليح هيكون السترنس بتاعه الاف سي عباره عن الاف سي دي مضروبه في الاريا سي. الاريا سي دي عباره عن الكروس سيكشنال اريا بتاعه الاسترات، واحنا شايفين ان الاسترات بيكون ليه ورث معين وليه شكل معين، وبالتالي هقدر اطلع الاريا سي دي. طب الاف سي دي عباره عن الاصغر من اول حاجه الافكتيف كومبرسيف سترنس للكونكريت في الاسترات. طيب الافكتيف كومبرسيف سترنس للكونكريت في الاسترات بتتحسب ازاي؟ هي عباره عن تلتين في فاكتور اسمه بيتا اس مضروبه في الاف سي يو على الجاما سي، مع مراعاه ان الجاما سي هنا ب 1.6 مش 1.4 كالحاله العاديه. طيب بالنسبه للبيتا اس، البيتا اس دي هنلاقي ان ليها تيبل معين بنخش فيه ونطلع قيمه البيتا اس. لو لقينا ان الاسترات ده ليه كونستانت كروس سيكشن زي عملية ايه؟ زي اللي هو البريسماتيك سترات. في البريسماتيك سترات ده بيكون ليه كونستانت كروس سيكشن، وبالتالي البي تي اس بتاعته هتكون بواحد. طيب لو عندي بوتل شيب سترات ولكن لقيت ان الشروخ فيه بتكون موازية لاتجاه السترات، طب ازاي الشروخ بتكون موازية لاتجاه السترات؟ لو بصينا في الشكل ده هنلاقي ان الشروخ عاملة الشكل ده، والاسترات لما جيت اعمل الموديل بتاعي الاسترات شكله عامل كده، وبالتالي الشروخ موزع ليه، وبالتالي في الحاله دي هناخد البي تي اس ب 0.7. طب لو الشروخ مش موازيه للاسترات، يعني انا عندي الاسترات اهو بتاعنا اللي احنا عاملينه ده ملوش اي علاقه اصلا بالشروخ ولا ليه علاقه باي حاجه، لكن الشروخ اللي هتتكون معانا باي حاجه سواء لو هنعمل استيميشن او هنعمل اي حاجه تورينا الشروخ هتبقى عامله ازاي، لان الشرخ مش موازي للاسترات، في الحاله دي هناخد البيتا اس ب 0.6. طيب لو عندنا مثلا تنشن ممبر زي التوي او كده، في الحاله دي بناخد البيتا اس ب 0.4، اي حاله تانية بناخده ب 0.6، وبالتالي هنلاقي ان البيتا اس ده بيعبر عن ايه؟ ده عباره عن فاكتور بياخد في اعتباره الستريس كونديشن والشروخ المتورده حوالين الاسترات. يعني احنا لما لقينا ان الشرخ موازي للاسترات عبرنا على الموضوع ده ان احنا خدنا البي تي اس ب 0.7، لو الشرخ مش موازي للاسترات خدناه ب 0.6، وبالتالي البي تي اس ده امبورتنت فاكتور لازم يخش معانا في الحساب بتاع الكومبريسيف سترينس بتاع الاسترات. طيب يبقى ده اول حاجه. الحاجه الثانيه بنحسب الافكتيف كومبريسيف سترينس للخرسانه في النودل زون، ودي هنتعلم قدام ازاي ان احنا نحسبها، وبناخد السمولر ما بينهم يبقى هو ده الكومبريسيف سترينس بتاع الاسترات. طيب ان كيس ان احنا هناخد البيتا اس ب 0.7 اللي هي الشروخ هنعتبرها ان هي موازيه للكراكس، يبقى لازم يكون الاسترات يمر بالمحور بتاع التسليح الموضوع. يعني انا هحط تسليح هنا علشان يقاوم لي الترانسفير تنسال سترنس اللي هي الجهاد الشد الجانبي اللي هيأثر على العنصر نتيجة الباكلينج. في الحالة دي لازم احط تسليح يكون موازي للاسترات اللي انا عامله في الموديل بتاعي. لو انا مش هعمل كده او هيكون في حاجة مخالفة هتمنع ان انا اعمل كده، يبقى لازم بيتا اس هناخدها ب 0.6. طيب جه بقى الاي سي اي قال لي ان لو انا بستخدم اف سي يو اقل من 40 ميجا باسكال، يبقى لازم نعتبر ان التسليح اللي موجود معايا في الاسترات لازم اعتبره ان هو شغال. يعني ايه؟ انا دلوقتي حاطط تسليح، في تسليح مثلا معين، انا دلوقتي عامل كالكوليشنز معينه وهنشوفها برضو بالمثال، طلع لي تسليح معين. لو لا انا بشتغل على اف سي يو اقل من 40 ميجا باسكال، لازم اتشيك التشيك ده. ايه هو التشيك ده؟ ان احسب الار ستيل على البي في الاس مضروبه في ساين الفا لازم تكون اكبر من 0.003. طيب ايه الكلام ده؟ الاي اس ده هو عباره عن التوتال اريا بتاعت التسليح المنتشره على سبيسنج مقدارها اس في شبكه من الحديد. الشبكه الحديد دي بتكون مايله بزاويه الفا على النود. يعني احنا دلوقتي لو رجعنا دلوقتي هنا كده، انا الاسترات اهو، لو على سبيل المثال التسليح هياخد شكل كده، يبقى لازم الزاوية الفا دي اللي هي بتكون عمودية على النود دي هي اللي بتكون ساين الفا. طيب لو جينا وصلنا على المثال ده، هي الارستيل دي وحدها ايه؟ سي مليمتر مربع. طب والبي في الاس مليمتر مربع، مليمتر مربع على مليمتر مربع يبقى ده يونت ليس، وبالتالي انا قارنته برقم يونت ليس. اللي هو البوينت 003 ده بيفكرك بايه؟ مش ده بيفكرك بالماكسيمم سترين بتاع الخرسانة؟
تمام. يبقى وبالتالي احنا لازم نتشيك ان الحديد اللي موجود ده اكبر من الماكسيمم سترين اللي على الخرسانه اللي هي 0.003 علشان نتاكد ان العمليه سيف. طيب انا دلوقتي لو انا بعمل اناليسيس بالستراتون توي ولقيت ان الاسترات بتاعي ده السترينث بتاعه انسيف، ايه الحل بتاعي؟ الحل هيكون عندنا ان احنا اكيد ان احنا نحط حديد تسليح. طيب علشان نحط حديد تسليح لازم الحديد ده يحقق لي 3 شروط. اول حاجه لازم الحديد بتاع الكومبريشن بتاع الاسترات ده يكون موجود موازي للاسترات. يعني انا دلوقتي عامل الاسترات ده دياجونال، لازم احط تسليح موازي للاسترات ده وهنشوفها في السلايد اللي جايه. طب الحاجه الثانيه لازم ابقى عامل انكر للتسليح ده، يبقى لازم التسليح ده يكون انكرد. طيب الحاجه الثالثه لازم التسليح ده يكون محاط بسبايرال ستيروبس او بتايس، لازم يكون كونفايند بسبايرال ستيروبس او بتايس. طب ان في الحاله دي هيكون ايه الفرق الوحيد؟ الفرق الوحيد انا عندي ادي الترم اهو، مش اول ترم مش هحصل له اي حاجه، اللي هو بتاع الان رينفورسد ستراتس، هيتضاف له فقط الاي اس في الاف يل بتاع الجاما اس بتاع حديد التسليح اللي احنا هنحسب التسليح الزياده اللي انا محتاجه علشان الاسترات ده يكون سيف لتحمل اللود اللي بيأثر عليه. مع مراد طبعا ان الجاما سي هنا ب 0.6 دايما في الاسترات طوي الجاما سي ب 0.6 والجاما اس هتكون ب 1.3، يبقى الجاما سي ب 1.6 والجاما اس ب 1.3. يبقى احنا دلوقتي انا عندي كاميرا اهي بسيطه جدا، ترانسفير جردر مأثر عليها حمل رئيسي هنا، ادي الاسترات بتاعي اهو وادي الطاي بتاعه. اول حاجه اتاكد ان التسليح ده انكرت اهو، لازم هيكون في ستيرابس بتعمل له كونفاينمنت، لازم يكون موازي لل الاكس بتاع الاسترات. طيب كده احنا خلصنا الاسترات، نخش على الطاي. الطاي العمليه بسيطه جدا، ان الديزاين تنشن فورس اللي هتكون اللي في الطاي، يعني انا هحسبها طبعا بحل التروس، فهيطلع لي تي بتساوي الاي اس في الاف يلت على الجاما اس. الاف يلت انا عارفها، الجاما اس 1.15، ويتبقى لي ان انا اطلع الاي اس. لازم واحنا بنشتغل هيكون الطاي ده ليه عرض معين. العرض ده هطلعه ازاي؟ العرض ده احنا هنطلعه جرافيكالي مع مراعاه ان العرض ده باي حال من الاحوال لا يزيد عن 70% من اكبر عرض لسترات مرتبط مع الطاي ده في نوت معينه. يعني احنا لو رجعنا للسمبل بيم دي، لو تخيلنا ان ده عباره عن استرات وده استرات وده الطوي، انا عندي في نوت اهي، لو قلنا الاسترات ده بالحسابات طلع العرض بتاعه مثلا 0.6 على سبيل المثال، حلو، يبقى لازم الطوي ده لا يزيد عن 70% من ال 0.6، لو باعتبار ان ال 0.6 دي اكبر مثلا وكان ده ال 0.4، يبقى لازم ده لا يزيد عن 70% من ال 0.6، يبقى لازم ناخد بالنا في الحسابات من النقطه دي. طيب الديفلوبت لينس بتاع التسليح، انا دلوقتي واحنا بنعمل التسليح بتاع الطوي، يعني انا خلاص طلعت التسليح من هنا اللي هو الاي اس، هاجي بقى انا عايز اعمل له ديفلوبت لينس. الديفلوبت لينس ده بيكون عباره عن اكنين الكفر زائد النود ويدث. النود ويدث ده عباره عن عرض النيو برين بليت اللي انا حاطه عند السبورت، يبقى انا بشوف عرض السبورت زائد اكنين الكفر، يبقى ده الديفلوبت لينس اللي حميت فيه سيخ الحديد من اول البدايه بتاعت النيو برين بليت. طيب يبقى كده احنا خلصنا الاسترات، خلصنا الطاي، هنيجي للعنصر الثالث معانا في الاستراتن توي موديل وهو النودل زون. النودل زون ده لازم يعتمد او هو بيعتمد على عده عوامل. اول عامل هو التنسايل سترين اللي جاي من التايس اللي بتلتقي في النود دي، يبقى النود دي هشوف التايس اللي بتلتقي فيها وهنشوف التنسايل سترين، لان التنسال سترين ده فاكتور هنشوف ازاي بيأثر على النودل زون. الحاجة التانية بيتأثر بالكونفايمنت اللي جاي لي من الرياكشنات اللي عند السبورت، بيتأثر بحديد التسليح الترانسفير اللي بيمر بالنود دي، يبقى دول الفاكتورز اللي بيأثروا لي على النودل زون اللي شغال عليها. طيب انواع النودل زون، النودل زون بينقسم عندي لاربع انواع، سي 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 تي سي تي تي و تريبل تي. ال سي 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 دي عبارة عن كومبريشن كومبريشن كومبريشن، يعني ايه؟ يعني لو عايزين نترجمها بقى للغة الجديدة بتاعتنا هنقول ايه؟ سترات سترات سترات. يعني انا دلوقتي عندي النوت دي،
عندي على سبيل المثال خلينا في النوت دي، النوت دي بتلتقي بايه؟ النوت دي بتلتقي بسترات من هنا وسترات من هنا، يبقى نوع النوت دي ايه؟ سي سي سي. طيب بس ايه، ما هي هنا دبل سي مش تريبل سي. ايوه تمام انا متفق معاك، لكن احنا بنسميها كده علشان هنحتاج المسمى ده بعد كده. يبقى المهم ان انت تعرف هي بتعبر عن ايه. طب احنا ليه ما خدناش سي سي تي؟ لان السي سي تي لازم يعني بيقول لك ان هيكون في توي، لكن هنا ما فيش اي توي، وبالتالي هي بتبقى عبارة عن السي سي سي. طب السي سي تي هي عبارة عن اتنين، يعني لو النوت فيها تلاتة ممبرز هيكون فيها اتنين كومبريشن واحد تنشن. طيب ال سي تي تي، السي تي تي دي بيكون اتنين تنشن واحد كومبريشن، وعندك التريبل تي يبقى النوت كلها بتلتقي مع تنشن ممبرز. طيب علشان نطلع السترينس، خلي بالك احنا الفكره كلها هنا ان احنا بنطلع السترينس وبنتشيك عليها. طيب لما نطلع السترينس بتاع النوت زون، هو عباره عن تلتين اف سي على جاما سي مضروب في فاكتور اسمه بيتا ان مضروب في الاريا بتاعت السي ان. الاريا سي ان دي عباره عن الاريا بتاعت الفيس بتاع النودل زون اللي بيكون عمودي على الدايركشن بتاع السترات. ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي هطلع الاريا بتاعت النودل زون، هطلع ابعاد النودل زون، وهنعرف دلوقتي ازاي نطلع الابعاد دي. لما نطلع الابعاد دي ونشوف البعد العمودي على السترات اللي داخل لي في النود ده، هو ده الاريا سي ان، وهنتعلم ازاي نحسبه دلوقتي. الجاما سي زي ما اتفقنا 1.6. البيتا ان بقى، البيتا ان ده بيعتمد على نوع النودل زون او التايب بتاع النودل زون، وبالتالي لازم قبل ما اخش على اي مساله اعرف ان التايب بتاع النودل زون ده عباره عن ايه. لو النودل زون بتاعتنا هي من النوع بتاع التريبل سي، يبقى البيتا ان هتكون بواحد. طب لو هي من النوع اللي هو سي سي تي هتبقى 0.8، لو هي سي تي تي او تريبل تي هتكون ب 0.6. يبقى احنا اول حاجه هنحدد النود دي عباره عن ايه، التايب بتاعها عباره عن ايه، وبناء عليه هنحسب البيتا ان او هنطلع البيتا ان اللي هنشتغل فيها في حساب السترينس بتاع النودل زون. طيب عايزين نطلع بقى الابعاد بتاعه النودل زون. عندك تلات حالات. اول حاله احنا طبعا دلوقتي احنا طلعنا خلاص التاي ده وطلعنا التسليح بتاع التاي. لو احنا عاملين التسليح بتاع التاي ده وزود sufficient developed length، يعني الديفلوبد لينس اللي معمول ده ما حققش الديفلوبد لينس اللي انا عايزه اللي هو 2 الكفر زائد ال ال العرض بتاع النوت ويث، في الحاله دي بعتبر ان اليوب زيرو، يعني مفيش ارتفاع للنود، يبقى النودل زون ملهاش اي ارتفاع. طيب لو لقيت ان عندي سيخ حديد وبيحقق لي الديفلوبد لينس اللي انا عايزه، في الحاله دي بعتبر ان اليو هي الارتفاع ده، اليو هو الارتفاع ده، ده الارتفاع يو بيكون عبارة عن فاي زائد اتنين الكفر. الفاي هو قطر السيخ، الفاي هي قطر السيخ دي، والاتنين كفر اللي هو الكفر الخرساني ده. طيب لو عندي عدة صفوف من التسليح، في الحالة دي هيكون اليو اللي هو الارتفاع ده كله، ده عبارة عن فاي قطر السيخ زائد اتنين كفر زائد السبيسنج ما بين السيخ، يبقى هو ده الارتفاع بتاع النودل زون. طيب احنا الفكره كلها ان انا لازم بحسب السترينث بتاع التاي والترس والنودل زون، ونتاكد ان هي سيف وبتحقق يعني اكبر من الفورسز اللي بتاثر على الستراتا تايز اللي انا هطلعها من الحسابات بتاعه الاناليسيس بتاعه الاسترات. طيب نخش على مثال علشان نفهم بيه العمليه دي. احنا لو عندنا ترانسفير جردر بالشكل ده، قال لك الاف سي يو ب 30 ميجا باسكال، الاف يلد ب 400 ميجا باسكال، وعايزنا ان احنا نحسب او ان احنا نصمم الجردر ده وفقا للستراتن تاي موديل. طيب نبص على المساله، هنلاقي ان انا عندي تو سبورتس، عندي حملين كونسنتريتد 1500 و1500 السبيسنج ما بينهم 2 متر و20، المسافه بين الفورس او العمود المزروع للسبورت متر 90، ده شكل المسألة، الارتفاع 2.20 متر. طيب نخش على الحسابات. أول حاجة أنا عايز أحسب البيرنج كاباسيتي أو البيرنج ستريس، لازم إن أنا عشان أشوف النوت بتاعتي أتأكد إن الخرسانة دي قادرة إن هي تتحمل البيرنج اللي بيأثر عليها. طيب البيرنج ده عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن فورس على أريا، الفورس اللي هي الـ 1500 دي بتأثر على عرض 450 مضروب جوه في الـ out of plane بكام؟ 500،
يبقى 1500 على 450 في 500 طلع 6.7 ميجا باسكال تقريبا. طيب نيجي عند العمود، الاف سي اي بكام؟ لو نفتكر القانون هو عباره عن تلتين اف سي يو على جاما سي في البيتا بتاعتنا اللي هي البيتا ان. طيب عند العمود لما نيجي نعمل الستريت ان تايم موديل، تعالى كده نيجي هنا، يعني هي المفروض دي الخطوه الاولانيه اللي احنا نعملها ان احنا بنستبلش الستريت ان تايم موديل. لو جينا عملنا الستريت ان تاي انا شايف ان ده انسب حل علشان اللود ينزل كده يتحرك كده وينزل كده، شرحه هنا اللود ينزل هنا يتحرك هنا وينزل كده. طيب لو جينا عند النود دي لقينا ان هنا في سترات وهنا سترات، يبقى النود دي من النوع اللي هو ايه تريبل سي، وبالتالي البيتا ان هتكون بواحد، علشان كده انا عند العمود خدت البيتا ان بايه بواحد، وبالتالي الاف سي اي طلعت ب 12.5 ميجا باسكال. طيب عند السبورت هي هنا في تاي وهنا في سترات، وبالتالي هي من النوع اللي هو سي سي تي، فالبيتا ان ب 0.8. طب ليه مش هاخدها بالنوع ده؟ لان 0.6 هو عباره عن سي وتريبل واتنين تنشن. طب انا عندي هنا التنشن واحد وعندي كومبريشن واحد، ايه اللي بيكون افكتيف اكتر معايا؟ لا الاسترات بيكون افكتيف اكتر، وبالتالي انا هاخد ال بيتا ان ب 0.8. ممكن انت تقول لي انا عايز اخدها ب 0.6 ك سيف سايت، اوكي مفيش مشكله، لكن لما تاخدها بكده مش هيحصل اي مشاكل، وبالتالي لما احسب عند السبورت هيطلع الاف سي اي ب 10 ميجا باسكال. طيب الاصغر منهم هو ال 10، وبالتالي ال 10 ده هو اللي هقارنه بالبيرنج ستريس المؤثر. طيب 10 اكبر من 6.7، وبالتالي البيرنج ستريس عندي هنا سيف وما فيهاش اي مشكله. طيب هنعمل الاستريت ان تايم موديل بتاعنا اهو بالشكل اللي انا شايفه ان هو هيشتغل، ان هو ينقل الحمل من العمود للسبورت. طبعا ممكن تختلف من واحد للتاني لكن ده عشان سيمبل فتقريبا كلنا هنطلع نفس الشكل. طيب نيجي بقى نعمل اناليسيس. دلوقتي انا لما اجيب لك مساله كده عندك 1500 هنا و 1500 هنا، هتقدر ان انت تحل لي الموديل ده؟ ايه المشكله؟ يعني انا هاجي الممبر اللي هو اي بي او السمشن الواي عندي 1500 هنا هساويه بالاي بي واحسب ده لو بتحسب تراس عادي، لكن انت عندك هنا تراس ليه عرض معين ليه كباستي معينه مش لينك ممبر، وبالتالي الحسابات بتبقى مختلفه نوعا ما. طيب بدايتنا بتبقى عامله ازاي؟ انت عندك الاف بي سي بيساوي الاف اي دي، الاف بي سي بيساوي الاف اي دي، طبعا ده من حساب التراس اكيد ده هيطلع بيساوي ده. طيب لو انا خدت دول باقصى قيمه اللي هي بالكباستي، خلي بالك انا دلوقتي انا عايز اطلع ايه؟ انا عايز اطلع الويدث بتاع الستراس والويدث بتاع الطاي، متفق معايا في النقطه دي؟ يعني انا دلوقتي عندي الستراس والطاي انا عايز اطلع الويدث بتاع كل واحد فيهم، دي بدايه شغلك دايما انت عايز تطلع الويدث بتاع الستراس والطاي عشان تعرف تخش وتحسب السترينث. طيب انا لو قلت ان البي سي بيساوي الاي دي بيساوي الكباستي، يبقى هيكون عندي تلتين اف سي على جاما سي في واحد، الواحد ده علشان البيتا ان بواحد علشان تريبل سي اللي هو للممبر بي سي، الممبر بي سي اللي هو ملتقي بالنوت دي، حلو الكلام. في البي في دبليو اس بيساوي تلتين اف سي على جاما سي في بوينت 8، البوينت 8 اللي هي سي سي تي، البيتا ان بتاعتها بوينت 8. في البي في الدبليو تي، البي مع البي الترمين تور مع الترمين دول هيتبقى لك واحد في الدبليو اس بيساوي بوينت 8 في الدبليو تي، من هنا هطلع الدبليو تي بتساوي واحد وربع الدبليو اس. طيب سكشن واحد او سكشن اي اي اللي هو السكشن اللي انا قطعه ده، لما تقطع هنا وخد لي سيجمال مومنت هنا، هيبقى عندك 1500 مضروبه في 1.9 زائد، يعني انا معايا كده اهو ومعايا البي سي معاها كده، زائد البي سي في الارتفاع من هنا لهنا انا ما اعرفهوش، الارتفاع ده الارتفاع من هنا لحد هنا انا ما اعرفهوش، حلو. هيكون عندك الاف بي سي اللي هو ده مضروب في الواي اللي انا ما اعرفهاش بيساوي 1500 في 10 تكعيب عشان نحولها لل اس اي يونس في 1900. طيب الاف بي سي دي تعال نفكها، عباره عن تلتين اف سي على جاما سي في الواحد في البي، البي بكام؟ البي عندك ب 500. طيب في الدبليو اس انا ما اعرفهاش، ايه الدبليو اس دي؟ اللي يعني الويدث بتاع الاسترات. طيب الواي دي عباره عن ايه؟ الواي دي عباره عن 2200، هطرح منها دبليو اس على 2، يعني لو قلنا ان دبليو اس دي هيكون نصها فوق ونصها تحت، يبقى هطرح منها دبليو اس على 2 وهطرح منها دبليو تي على 2. طيب خدت انا الدبليو تي دي شلتها وحطيت مكانها 1.25 دبليو اس اللي احنا طلعناه من هنا، عملت حاجه؟ لا ما عملتش اي حاجه لحد دلوقتي، بتساوي 1500 في 10 تكعيب في 1900، بقى المجهول اللي عندك الوحيد ايه؟ هو الدبليو اس.
حلها بالسيلفر هتطلع ال WS ب 235.7 مللي، منها هتطلع ال WT ب 295 مللي. طيب قربها علشان يبقى رقم شكله حلو، فهناخد ال WS ب 250 مللي وال WT ب 300 مللي. طب خلاص بقى معاك ال WS وال WT، اقدر ان انا ارجع في المعادلة دي واطلع منها ال FBS. هتطلع ال FBS، وخلي بالك وانت بتطلع ال FBS ما تعوضش بالواحد وربع WS، لان انت عندك ال WS انت قربتها تقريب معين وال WT قربتها تقريب معين، فحط الترم ده عبارة عن WT على 2 زي ما هو. حلو، وهنطلع منها ال Y. طيب احنا عندنا ال FBC بتساوي ال FED، فاحنا هنحسب ال FBC بعد ما بنعوض بال WS وال WT، هتطلع بتساوي ال FED بتساوي 1480.5 كيلو نيوتن. طيب بالنسبة لل AB، لو جينا عند النقطة خدنا السيجما اكس بتساوي زيرو، وانا معايا الزاوية، مش انت خلاص بقى معاك الارتفاع ده اللي هو مش باتنين واتنين وعشرة، لا الارتفاع ده اللي احنا طلعناه اللي هو بواحد وتسعة من عشرة، الارتفاع ده بواحد وتسعة من عشرة تقريبا. حلو، فانت معاك الارتفاع ومعاك المسافة دي اللي هي 1.9، هقدر اطلع منها الفاي. حلو، طلعت من هنا الفاي، يبقى بالتالي اقدر احل العنصر ده او الاسترات ده واطلع الفورس في الاي بي. فهيطلع لك الفورس في الـ AB بسمشن اكس بتساوي 0 ب 2107.6 كيلو نيوتن. خلي بالك كل الفورس اللي احنا بنطلعها دي الفورسز في الاسترات، في الـ في الاسترات انتوي مودلز، يعني ده في الاسترات انتوي مودلز، انت لحد دلوقتي ما طلعتش اي كاباسيتي. طيب بالنسبه للتوي، انت عندك الـ FED بتساوي الـ AS في الـ FL بتاع الجامعه اس. الـ AD احنا طلعناها، الـ AD مش قلنا بتساوي الـ BC بتساوي ال AD بتساوي ال BC بتساوي 1480.5، منها حط والجامعة اس معاك، هتطلع منها ال AS ب 4256.5 ملم مربع، فبالتالي هتستخدم 9 فاي 25. جرب تحلها بالطريقة العادية وشوف التسليح ده هيطلع كام وقارن. ما انا كده طلعت التسليح بتاع الطوي. طيب بالنسبة لل AB، بالنسبة لل AB تعال نشوف اللي هو الاسترات ده. حلو، من الإكوليبريم احنا طلعناه ب 2107.6 كيلو نيوتن، يبقى احنا طلعناه من الإكوليبريم ب 2107.6 كيلو نيوتن. طيب جرافيكالي بقى هنعمل ايه في الجرافيكالي ده؟ انت معاك ال WS اهي وال WS، يعني انت معاك ال WS هنا ومعاك ال WT هنا، كمل هنا وكمل هنا، وابدأ ان انت هتطلع بخطوط جرافيكالي توصل بيها من هنا وتوصل بيها من هنا، يعني اطلع من هنا عشان تسنتر العملية دي، واقفل يعني اطلع من البدايه هنا. هنطلع من البدايه هنا، للاسف الوقت كان ضيق فما لحقتش اعملها. انا هطلع من عند البدايه الطرف هنا لحد ما تلتقي مع نهايه ال WS، واطلع وشرحه هنا. تمام، لما تحلها جرافيكالي هتلاقي ان ال WS عند التوب اللي هي النقطه الحته اللي فوق هتطلع ب 496 ملم، طب عند البوتوم ب 531 ملم. الله، ده ال WS للاسترات ده طلع مش عند النوت ده، هي عند النوت ده، طلع الرقمين مختلفين. ده اللي احنا بنسميه بقى، ده اللي احنا بنسميه التبرت. طيب وبما انه اصلا العرض بتاعه او اللينث بتاعه كبير، فاكيد انا متوقع ان هو هيحصل له باكلينج، وبالتالي هعتبر ان هو بوتل شيب كامور كريتيكال، فهياخد البيتا بتاعتها 0.7، وبالتالي هطلع السترينث بتاع الممبر ده، بتاع الممبر اي بي اللي هو 13 في 0.7 اللي هو ده 30 على 0.6 في العرض. في هناخد اني واحده بقى؟ هناخد الصغير منها اللي هو المور كريتيكال، فهناخد اللي هو 495.9 العرض الصغير عشان اطلع كاباسيتي صغيره. طلع السترينث ده او الكاباسيتي ده اكبر من الفورس اللي في الممبر اي بي اللي انا مطلعها بالايكوليبريم، وبالتالي يبقى الممبر ده ايه؟ سيف. طب لو ما طلعش سيف يبقى هنزود الترم بتاع الاي اس في الاف يل بتاع الجاما اس، ومنها هنطلع الايه؟ هنطلع الـ AS اللي احنا محتاجينها نسلح بيها الاسترات ده علشان نسيف المنطقة دي، ولازم نحقق اشتراطات التسليح بتاعت الاسترات اللي احنا شرحناها في بداية البرزنتيشن. طيب بعد كده هنحط تسليح كنات مينيمم، كنات رأسية وكنات افقية. الكنات الرأسية المينيمم بتاعها في الاسترات الطايب ب.0025 في الـ PS، والكنات الافقية ب.0015 في الـ PS. من هنا هتطلع مثلا هنستخدم سبيسنج مثلا كل 200 مللي، وتشوف الدايمتر بتاع السيخ اللي هتطلعه هيكون بكام. كده اكون شرحت بشكل، حاولت ان انا يكون شكل موجز وسريع،
ولميت العمليه بتاعه الاستيراد اون تاي. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون وصلت الفكره بشكل سلس ان شاء الله، ويكون الموضوع يكون وصل بشكل سليم ان شاء الله. ولو في اي اسئله او اي استفسارات انا تحت امركم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.